السلام عليكم، إن شاء الله طيبين وسالمين في أحسن حال كل الناس اللي بيشاهدونا في كل مكان في قاعة الدنيا. شو قريت جديدة، حلقة جديدة، طوفان الراحل المقيم العبقري إبراهيم الكاشف ما زال مستمر في رمضان معنا في هذه الحلقات. وعبيد عبد الرحمن الريح طبعا من الناس اللي تعاملوا معه، لكن عبيد عبد الرحمن بالتحديد وتقريبا أكثر الشعراء اللي تعاملوا معه باعتبار العلاقة البيناتهم. وأغنية اليوم الليلة تحديداً هنتكلم عنها هي أغنية أطير بفوق، هو واحدة من الأغنيات الخفيفة في طيرة الكاشف برضو، وكلمات بسيطة ومفهومة، وهي جات من القاموس المتعارف عليه، وهي القاموس اليومي، قاموس كلماتنا اليومي. يعني اكتشافات الفنان إبراهيم الكاشف وعبيد عبد الرحمن صنفوها بأنها من بين الأغنيات الخفيفة الراقصة، يعني إذا جاز لي التعبير. الشاعر عبيد عبد الرحمن اكتب الأغنيات ذات أهداف واضحة جدا. لازم هذا النص الإيقاع الخفيف من العبقري إبراهيم الكاشف، التعبير اللحني للنص كان حاضر في هذه الأغنية. إبراهيم الكاشف له الرحمة كان يؤمن بألحانه جدا، يعني لا تحس بأنه يصنع الألحان صناعة، لكن الألحان تطلع أصيلة من عفوية، لذلك تصل بهذه السرعة وتكون صادقة جدا في إحساسه لما تصل للناس. زي ما قلنا الأغنية اجتازت بالبساطة، وأطير بفوق بغرب السوق وشوف زولي وأبيل الشوق، بعدين حيغنيها لنا عماد طبعا في هذه الحلقة. خالد مساء الخير عليك. مساء النور محمد، ليلة رمضانية طيبة على مشاهدي قناة الشروق والشعب السوداني الأصيل. نعم، عبيد عبد الرحمن والراحل المقيم إبراهيم الكاشف ثنائية برضو بحكم العلاقة، بحكم السكنة في منطقة جغرافية واحدة يعني. نعم. وحقيقة معليش في هذا رمضان الجميل حقه نضع الأشياء في نصابه بشكل جيد حتى يعني نؤرخ للأحداث كلها بشكل جماعي. يعني أنا خليني أقدم باقة ورد واحترام عالي جدا لكل الموسيقيين السودانيين على اختلاف الأزمان. يعني وحقيقة وصول الأعمال الفنية الكاشف وعبد الحميد يوسف وكل الرواد، وصول هذه الأعمال الفنية الجميلة إلى حتى تاريخ اليوم بهذا الجمال والأصالة، هو كان أساسه في الأول معتمد على مجموعات موسيقية قدرت إن هي تعبر عن الأفكار اللحنية اللي قدم الكاشف وغير الكاشف في تلك الفترة. صحيح إنه عبيد عبد الرحمن وإبراهيم أبو جبل كانوا تربطهم علاقة جيدة مع بعض، وبالتالي خلى العفوية في الانتقال ما بين من النص الشعري إلى المؤلف الموسيقي بالجزالة والبساطة العادية. الآن أطير بفوق واحدة من الأغنيات اللي يمكن في ذلك الوقت كان إيقاع الواحد ونص هو من الإيقاعات النادرة في التأليف. والواحد ونص قد يستمع له والمستمع السوداني في جننني العيون، أطير بفوق، وكثير من الأغنيات. ويعتقد إنه هو من البساطة المكاوي، ولكن واحد ونص من الإيقاعات المعقدة جدا في إنها هي لأنها تعتمد على الرباعي في عملية النبرة القوي والنبرة الضعيف، كذلك انتقال المفردة اللحنية من منطقة إلى أخرى. أطير بفوق اعتمدت على إيقاع الواحد ونص، وفي ذات الوقت ما كانت فيها جمل موسيقية كثيرة. رجع الكاشف تاني للجملة الغير تقليدية، هي ما الكلامية، أصبح عندها ترديد تاني على شكل تلتيات صغيرة، وبالتالي غير المؤلف الموسيقي من النمط بتاع الترديد ما بين المستمع والمغني. أطير بفوق زي ما تفضلت هي عبيد عبد الرحمن، لطافة الكلمة، تلقى الكلمات والعبارات بتاعت جميل الزي وفي الحي، تشعر بروح ونفس عبيد عبد الرحمن وهي تتسلل من خلال المؤلف اللحني بتاع إبراهيم أبو جبل. حتى الجملة ذاتها أطير بفوق، هو بطبيعة الحال الطيران دائما فوق،
بطبيعة الحال يعني. أيوة صحيح. ما أظن الطيران بيكون. أيوة لكن طبعا. لكن هو الشعر يعني. أكيد. نعم. أكيد. والمخيلة أصلا المخيلة الشعرية إذا وجدت ثراء فني في المؤلف الموسيقي زي الموجود عند الراحل المقيم إبراهيم الكاشف. نعم. مؤكد تتحول بعد ذاك إلى كائن حي يسري بين الناس باستمرار. صحيح. وبالتالي تصبح عبارة أطير بفوق. الآن كأنك تستمع للعبارة كأن أول مرة تستهجن الكلمة. صحيح. كيف أطير بفوق؟ نعم صحيح. صحيح. الناس يصير فوق. ولكن دي خاصية وامتياز الفنان والمبدع في أي مكان. إنه يجعل مخيلتك قادر على إنها تستحضر المعاني اللفظية الموجودة. نعم. في النصوص الشعرية كذلك المؤلف اللحني اللي هو مرتبط وقادر إنه هو يمثل. عشان تبقى شريك. نعم. شريك في النص بعد ذاك. لكن نعم. غاب هذا العبيد عبد الرحمن في هذا. نعم. الزمان يعني. صحيح. أنا ما أعرف أين هذه المخيلة، مخيلة عبيد عبد الرحمن لم تتوفر منذ أن رحل يعني. الصحيح فعلا أنه نحن الآن نعاني من قد يكون إلى حد بنسب قليلة هناك مبدعين. صحيح. قادرين على أنه لا ننكر يصيغوا المفردة الشعرية. نعم. ولكن خليني أبشر بأنه عندنا جيل من الموسيقيين مبدع غير طبيعي. نعم. قادر على أنه ينفذ كم هائل من الأعمال الموسيقية وبدرجة عالية من الدقة واستخدام. بالمناسبة أستاذ محمد، في قديم زمان كانت السلالة الموسيقية المستخدمة في المؤلفات الموسيقية والتسجيل في الإذاعة محدودة يعني. صحيح. لا تفوت أصابع اليد الواحدة. وكان هناك فقر في المادة العلمية في أنه كيف الناس تتحول من سلم إلى سلم آخر. صحيح. الآن هؤلاء الموسيقيين عندهم قدرة عالية جدا على أن يتعاملوا مع سلالم الديز والبيمول. وكذلك السلالم الثانية اللي قد يكون فيها أحيانا حاجة يسمى بالسيكا. أيضا يستطيع أن يدخلوا هذه المضامين اللحنية والموسيقية في تنفيذ أعمالهم بقدرة عالية جدا. وده مؤشر جيد بالمناسبة. لأنه انتقال الأفكار اللحنية، ودي واحدة من الحاجات اللي احنا دائما بنفتخر بها، أنه طالما أصبح جيل موجود قادر على تنفيذ أعمال موسيقية بشكل جيد بوعي كامل، أعتقد أن دي من الحاجات والمشريات الجيدة جدا. ممتاز جدا. عماد، وأطير بفوق. أطير بفوق، والله أطير بفوق ده أنا بالنسبة لي من الأغنيات زي ما ذكرت سابقا في أغنية أنا ما بتذكرها بالضبط كده، لكن دي من الأغنيات المشاهدة وبتديك الانطباع بتاع الواقع وشكل الحاجات زمان كان كيف ونايتها. أنا شخصيا بغيته بتجيني حاجة زي كده، بتفتح خيالك لأفق بالضبط كده مختلف. نوع المفردات المستخدمة أطير بفوق، والناس أطير بفوق دي بتستوعب الناس كلها يعني. كل دول عنده ليه فهم. صحيح. عشان كده انا بفتكر انه المفردات انا بفتكر كان فيها نوع من التاريخ. في 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 تاريخ بين انا بالنسبه لي كفاهم كده وكخيال وكهنا ده حي بتأرخ لي زمن معين. ممتاز. وبتديك شكل الحاجه زمان كان كيف وبنصوره بعد ده. طيب احنا ما نطير بفوق. طير طوالي انا وانت والفرقه معانا. انا وليت معانا خالد. انا طير تطير اي جتنا ورحت. خفيف الروح سليم الزوج
أطير بفوق يا عزيزي أطير بفوق بفوق تغير أطير بفوق يا ناس بفوق أطير بفوق في غرب السوق أشوف زوجي غريب السوق بفوق شكرا عماد والفرقة زيد عبد الرحمن إبراهيم الكاشف أبو جبل. بالمناسبة أبو جبل دي محطة في ود مدن وهي سميت بطبيعة الحال على أسرة أبو جبل، هي بالضبط بتقع بمنطقة العشير أو إذا جاز لي تعبيرهم سويغو، وهي هي في المنطقة دي وسط ود مدن. فدي المعلومة العامة يعني إنه أبو جبل هي محطة في مدن. بس نيو خالد هو طبعا استاذ محمد حقه تلاحظ من كلامه برضو انه استطاع الكاشف انه يذوب الجغرافيا كلها. صحيح بالضبط، لا ابو جبل ولا الجبل. صحيح، لكن الان تصبح جغرافيا المكان في السودان عباره عن منطقه واحده تعاطى مع الحان وكلمات ومفردات نصوص الشعريه عبيد عبد الرحمن لم تنتشر هذه الاغنيه، انا ما اعرف ليه يعني. سؤال ده لعماد. والله شكرا جزيلا يا عماد على انه اللي انت غنيت. انا متاكد بيكون في جزء من المستمعين ما سمع قبل كده. انا شخصيا طشاش يعني، لكن ما بتذكر دي حقيقه. بالمناسبه ليش معنى مال الاغنيه دي؟ والله شوف انا اقول لك حاجه، في بالمناسبه اغنيات كثيره جدا ما لاقي حظها من البس. يعني دي واحده من الاغنيات اللي ما قعدت تتبسها، وانا كنت مصير انه الاغنيه دي لازم اغنيها. ممتاز، لأنها زي ما أنت قلت ما مطروغة، هنا جميلة يعني وكلامها جميلة جدا وبسيطة وسهلة. ففي بعض الأغنيات ما بتلقى حظها يعني من الانتشار، ما بتلقى حظها. صحيح، بتحصل فيها حاجات ما عندها أغنيات ما موفقة. لكن أنا بفتكر أن أغنية بسيطة أغنية ناجحة يعني. ممتاز والله. نتمنى هنا من شوق الريد البرنامج ده الشباب يلتقطوها كعادتهم يعني. في شباب حرفة أذكياء، فنانين الشباب بالذات ما اقدر اسميه، لكن حرفه جدا بيعرفوا يلتقطوا. نعم، انه على الغنى ده يسمكروه مع الفرق. وما شاء الله هسه عازفين لنا الشباب، لانه سمعوا مزيكا كثيره، متطورين جدا بالمناسبه على مستوى التنفيذ. انا متاكد الاغنيه دي لو رددوها الشباب ممكن تلقى حظها. دي كانت حلقتنا الليله شوق الريد. بكره ثاني حنتلاقى ان شاء الله بشوق وريد. خلي بالكم من روحكم، ما بعدوا من المشاكل. السلام عليكم.